إيوان كسرى، وأن الأصنام قد سقطت على وجهها في الكعبة المشرفة، وأن نوراً قد برز من مكة إلى عنان السماء، وأن بحيرة غارة، وأن لهذا الميلاد هناك ربط بين هذه الأمور وبين مولد النبي الأكرم. نحن نضرب مثلين، مثل هذه الولادة لعظم الوليد، ونضرب مثلا آخر يتحدث عنه القرآن في أمر آخر مهم، وهو نزول القرآن، من أجل أن نعلم إذا كان الأمر بهذه العظمة لا نستغرب مثل هذه القضايا. في سورة الجن يتحدث الجن عن أمر نزول القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا النزول ماذا صاحبه من عوارض كونية؟ هؤلاء يتحدثون إن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وضع طبيعي عندنا أن نسمع، لكن الآن ما هو الوضع؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما هو الذي حدث؟ نحن لا نعلم، أمرا قد حدث، لكن هذه القضايا الكونية لازمت هذا الحدث. هناك حرس على هذه السماوات الجمع الشياطين، هناك من يريد أن يستمع لا يمكن، لأنه يرمى بشهاب رصد، هذا من أجل نزول القرآن على صدر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور ترافق ولادة النبي الكريم إيذانا بعظمة هذا الولي، خاصة أن البعض يتساءل هذا السؤال: ما الذي يجعل شرفات قصر كسرى تتهاوى وبيوت الفقراء لا يصيبها أي شيء؟ إذا كان زلزال يصيب الضعيف قبل القوي، فكيف؟ هل هذا أمر طبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور؟ الرسول الله عز وجل يريد أن يشير إلى مكانة هذا النبي، وماذا تؤذن هذه الولادة في المستقبل، فاتعرضوا واستعدوا أيها الناس. هذا الرسول الذي ولد في هذا اليوم سيكون على يديه تغيير مجرى تاريخ البشرية. نقطة ثانية، النقطة الأخرى، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يتحدث القرآن عنه بأنه الوحيد الذي تتحدث عنه الشرائع السابقة، ويبشر به الأنبياء السابقون. لم يجر الحديث كما نقرأ في القرآن الكريم عن عيسى على لسان موسى، ولا عن عيسى على لسان من سبقت كإبراهيم ونوح، لكن نجد أن هناك تصريحا على لسان عيسى بن مريم حينما يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعلى لسان موسى في توراته يصف القرآن الكريم أن هذا النبي يخاطب اليهود: وهذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هنا مكتوبا عندهم، ومن هنا يرون أن اليهود حينما سكنوا يثرب وما حواليها
لهذه المسائل التي عندهم في أن الرسول سيبعث في حوالي هذه المنطقة، فاتخذوها مسكناً لهم انتظاراً لورود هذا الرسول. والله عز وجل يبين حالهم بأنهم كانوا يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك رسولاً سوف يبعث وهذا سوف يدعم ديننا، هذا بزعمه. والصفات موجودة، نحن نلحظ مسألتين. بحيرة الراهب نصراني لما ينظر إلى رسول الله مع أبي طالب في سفرته إلى الشام، وينظر إلى بعض الكرامات، ينزل ويدعو أبا طالب ويسأله عن هذا الغلام، ولما يتفحص بعض شمائله يقول هو هذا النبي الذي سوف يبعث، ويحذر أبا طالب من خطر اليهود لأنهم إذا انقلبوا عليه سوف يجدون في قتله. واليهود أيضا يعلمون بمثل هذه الشمائل، ولكن بزعمهم كان دعما لدينهم، وأكد هذا الاتجاه عندهم أن الرسول الكريم أول ما ورد المدينة كان يصلي إلى نفس القبلة إلى بيت المقدس، فاتخذوا من ذلك ذريعة لدعم ما يزعمون. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يلحظ هذه المسألة، وكان يطيل ترقب أمر من السماء. والقرآن يشير: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. ومن هنا لما تحولت القبلة استغرب اليهود، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. شنو اللي صار؟ هؤلاء كانوا إلى قبلتهم، الآن بعد ما يقدرون، يقولون أن هذا النبي يدعم ما نقول، له قبلته وله أحكامه وله دينه. ومن هنا هذه الصفات على مستوى البدن موجودة، وكذلك على مستوى هذا الخلق أيضا. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة واصفا هذه المرحلة الأولى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به سبحانه، ولقد قرن الله سبحانه به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة يسلك به مسالك المكارم ومحاسن أخلاق العالم، ولقد كان يرفع لي في كل يوم علما أو علما يأمرني بالاقتداء به. هناك رعاية. ومن هنا رحم الله الأزري حينما يعرض إلى هذه الصفات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الغاية التي لن تراها، حاز من جوهر التقدس ذاتا تاهت الأنبياء في معناها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد تشتباها. اختيار خاص من الله في الاشتباء وفي الرعاية وفي الخلق والتقويم إلى أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة الخاتمة. أمر أخير لا أريد أن أطيل.